يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تطلب منها أمها حضور كثير من الدعوات والزيارات للأقارب. نعم. امرأة تطلب منها أمها حضور كثير من الدعوات والزيارات للأقارب، وعند هؤلاء الأقارب جملة من المنكرات مثل سماع الأغاني ومشاهدة النساء في القنوات ولبس الملابس الغير محتشمة. سؤالها هي أنها تتحرج من الحضور لهذه المنكرات، وتتحرج كذلك من عدم الحضور خوفاً من غضب أمها، فبماذا ترشدونها؟ هذا فيه تفصيل. إن كانت زيارتها لهم فيها مصلحة في دعوتهم والإنكار عليهم لعلهم يتركون هذه الأشياء، تطمع في أنهم يتركونها، هذا أمر مطلوب، تطيع أمها في ذلك. أما إن كانت الزيارة من غير إنكار ومن غير بيان فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تطيع أمها في ذلك. نعم.